السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا متابعينا، أهلا وسهلا بكم وبكم معنا فيديو جديد. مشكل البلاي ستور، أغلبية ديال الإخوان اللي عندهم أجهزة حديثة مثل التلفاز أو جهاز تي في بوكس حامل نسخة الجوجل تي في، للأسف ما كيلقاش البلاي ستور وأغلبية الناس كتسولنا. فإن شاء الله في هذا الفيديو غنوريك مكان اللي كيتواجد فيه البلاي ستور، وكذلك غنوريك غادي تنزلو على جميع أجهزة الشاشات أو أجهزة تي في بوكس. فطريقة جد سهلة، فقط تبع معنا الشرح هذا. أصدقائي رجعنا لكم، احنا دابا أمام تلفاز ديالنا كدعم جوجل تي في. بالنسبة للإخوان اللي كيسولونا في كنلقاو البلاي ستور، فالبلاي ستور فهو موجود ولكن للأسف فقط الشكل ديالو أو الأيكون ديالو ما كيظهرش بحال هادو، هاد لي زايكون ديال يوتيوب بريمير ما كيظهرش. ففين غتلقى البلاي ستور؟ فغتجي لهنايا الأبليكاسيون ها هي، وغتهبط هنايا، فهذا كامل بلاي ستور كما كتشاهدوا معنا بحال الشكل ديال اندرويد تي في، فهذا كامل بلاي ستور. ولكن الا بغيت باش يظهر لك داك الايكون تما كاين، فشنو غنديروا؟ فهنا غنجيو لهذا المكان هنا فيما قلت لكم لي زابليكاسيون، غنجيو هنا لمكان البحث ونقوموا بتنزيل تطبيق داونلودر. غنمشيو هنا لمكان البحث ونكتبوا دي او دبليو، فقط غتكتب ثلاثه الاحرف الاولى من اسم التطبيق داونلودر. نجيو المكان هنا البحث، غيظهر معنا التطبيق. ها هو خوتي، فالتطبيق الرسمي فهو الاول اللي فيه هذاك حرف دي، هذا غتضغط على زد اوكي. من بعد غتجي هنا ودير له انستالي تثبيت. من بعد ما تقوم بالتنزيل ديالو فغتمشي تعطيه الصلاحيه باش تقدر تنزل منه التطبيقات الخارجيه. فطريقه اعطاء الصلاحيه لتطبيق داونلودر فغنخلي لك فيديو في علامه الاي في صندوق الوصف، فدخل شوفه. فراني فايت الشرح اصدقائي طريقه تنزيل تطبيق داونلودر على اجهزه جوجل تي في. من بعد خوتي غنديروا له اوفغي ونجيو لهنا المكان الهوم، ها هي خوتي، ونضغطوا على زد اوكي ونطلعوا لهنا ونكتبوا هذا الكود هذا اللي هو 21 4 7 0 8. من بعد ما نكتبوا هذا الكود هذا غنهبطوا، نضغطوا على زر الهبوط هذه البلاصه اللي ولات لنا باللون الاصفر اللي مكتوبه فيها جو، نضغطوا على زر اوكي، فغيحولنا الى الموقع اللي غنقدروا ننزلوا منه الشكل تطبيق البلاي ستور. من بعد خوتي غيجيبنا لهنا، غنهبطوا واحد شويه ونوليو نرجعوا، غنجيو لهذا المكان هذا اللي بالازرق، ها هو اللي مكتوبة فيه البلاي ستور، نضغطو على زد اوكي وغيبدي يتحمل معنا. من بعد نجيو نديرو هنا انستالي، وها هو التطبيق تم تنزيل ديالو على الشاشة. نضغطو على زد اوكي، من بعد نخرجو بحالنا، نمشيو للهوم، غنجيو لهنايا، غنمشيو للاخير، غنلقاو ظهر معنا البلاي ستور، ها هو كما كتشاهدوا معنا الشكل ديالو. نضغطوا على زد اوكي ومبروك عليك، فها هو البلاي ستور تم التنزيل ديالو على جميع اجهزه الحامله الى جوجل تي في. اصدقائي وصلنا نهايه الفيديو ديالنا، سجل معك واحد اللايك، بارطاج الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناه وفعل زر الجرس باش ديما توصل بجديد. تهلاو فراسكم وانتظرونا فيديو جديد.